تعال. سأكون بخير إن شاء الله. إن شاء الله. اجلس. يا أبا القاسم، ما عاد لي من وسيلة للتجمل على أمارات الكبر. لم تبلغ السبعين يا أبا الوليد. قد شهدنا من أيامنا ما يعجل الكبر يا سيدي. لعلها مشقة الرحلة يا أبا الوليد، فإذا أرحت عادت للشيخ صبوته، وهذه قرطبة. قرطبة منازل الصبا ومراتع الشباب ومجال الحب والصبوات، فالأحرى أن تبعث النار من تحت الرماد. سيدي، قل يا أبا الوليد. أبو الوليد بن شهور وأهله كان بيننا صحبة وود قديم من تلك الأيام الخوالي، وإن أفسدت الوشاية بيننا، وهو كما تعلم الآن أقعده الفالج منذ زمن، فلا شر يتقى منه، وأنت قد فتح الله عليك، فامن يا أبا القاسم وتقبل شفاعتي فيه وفي أهله. لا تفعل يا سيدي، فيحرض علينا أصحابه، إذ لا تخلو المدينة منهم. قد كبرت في عيني يا أبا الوليد فوق مكانتك عندي. أبتي زائر يا أبتي،